بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وصلنا إلى آخر محاضرة متعلقة بمقياس مدخل لهذا القانون، وهو مقياس مخصص للسداسي الأول. فمن خلال 12 محاضرة السابقة يعني قمنا بتفصيل في البرنامج كما تم إيراده في المحاضرة الأولى. فهذه المحاضرة إن شاء الله هي عبارة عن مراجعة أو عبارة عن تقديم لنماذج للأسئلة وكيفية الإجابة. أتأسف نوعا ما لأنه من بين 1400 طالب هناك فقط طالب أو طالبين طالبتين عفوا اللي قدموا استفسارات حول المحاضرات، فبالتالي بما أنه لا يوجد أسئلة يعني المنطقية فالمحاضرات مفهومة، هذا ما أتمنى. فأعيد وأكرر، إذا كان هناك إشكال أو عدم فهم لنقطة من الدروس فيرجى التواصل معي عبر البريد الإلكتروني المشار له سواء في منصة المودل أو في المحاضرات كوتر.1988 أو باز.yahoo.fr. بالنسبة للأسئلة، كيف يمكن يعني طرح الأسئلة فيما يخص مقياس مدخل علم القانون؟ يعني هناك من الطلبة من يتساءل هل الأسئلة سوف تكون فقط من الدروس المكتوبة أم سوف تكون من الدروس المسموعة أم من الاثنين؟ فالإجابة تكون أن الأسئلة سوف تكون من الأسئلة من المحاضرات اللي سجلناها والملخص الذي تم وضعه في منصة المودل، لأن الملخص أو الملخص المكتوب لا يحوي كل الشرح. بالتالي هنا على الطالب لما يبدأ يراجع في الدروس يراجع يشوف المحاضرة ويشوف المحاضرة يعني السمع البصري ويشوف الصيغة المكتوبة باش يشوف النقاط، يعني يشوف بالاستنتاج منها النقاط اللي قلناها في الشرح وما كتبناهاش ولا اللي كتبناها وما شرحناهاش وهذه ما يعني ما كانش. فهنايا لزوم هذا الطالب انه يشاهد الفيديو و او ميم طون يكون عنده الدروس المكتوبه باش يلاحظ واحد النقاط اللي راها مشروحه وما كتبناهاش، يعني باش تبين لنا المهمة الطالب اللي طلع على الدروس والطالب الذي لم يطلع. فكيفية طرح الأسئلة؟ الأسئلة هناك مجموعة من الطرق، يمكن طرح أسئلة مباشرة، يمكن أننا طبعا نعطيكم تقوموا بالإجابة، يمكن اعتماد على الطريقة الأمريكية يعني دي كوسيير، نعطيكم عبارة نعطيكم معها بعض الإجابات وانتم تحددوا لي الإجابة الصحيحة منها ولا الإجابة الخاطئة يعني على حسب طبيعة السؤال. يمكن نعطيكم جمل وتقوموا انتم بتعليل هذه الإجابات. فبالتالي يعني الأسئلة تكون من هذا النوع. فمثلا يعني بالنسبة للسنوات السابقة بعض الأحيان كنت نطرح سؤال مباشر ونزيد نرافقه المجموعة من يعني الأسئلة ونترك الطلبة طبعا من الإجابة يعني تحديد الإجابة. فمثلا لو نأخذ بعض الأسئلة المباشرة، لما نقول حدد مصادر القانون الجزائري، حدد بمعنى حدد ما نزيدش انا راح نشرح، حدد مصادر القانون الجزائري. فالاجابه كيف تكون؟ بانه حددت الماده الاولى من القانون المدني الجزائري مصادر القانون المدني وهي كما يلي: المصادر التعبيريه او المصادر الاصليه المتمثله في التشريع، الشريعه الاسلاميه، العرف، مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العداله، المصادر التفسيرية أو الاحتياطية متمثلة في الاجتهاد القضائي والفقه. ف
هنا الإجابة لها صحيحة وكاملة، يعني إذا الطالب يأخذ العلامة كاملة. لما تقول سؤال آخر على سبيل هي عبارة عن أمثلة، اشرح خصائص القاعدة القانونية. اشرح يعني هنا طالب لي يذكر لي فقط خصائص القاعدة القانونية ما غاديش يدي نصف العلامة، يدي ربع العلامة. ما يهمني هو الشرح. لما تقول اشرح، انا اشرح معناتها بين، معناتها حلل، ماشي تتوقف لي عند واش سمعت ولا واش تذكر. اشرح لي معنى اشرح. فالشرح كيف يكون؟ مثل ما تم تقديمه في المحاضرة او في الدروس، لانه خصائص القاعدة القانونية متمثلة في ثلاث خصائص، وهي انها قواعد جاءت لتنظيم سلوك الافراد في المجتمع ونبين معنى ذلك، قواعد عامة ومجردة ونبين معنى ذلك، قواعد مظلمة ونبين معنى ذلك. لما اقول اشرح الاستثناءات الواردة على مبدأ تطبيق القانون حيث الزمن، لما اقول لك اشرح الاستثناءات ما تروحش تذكر لي تطبيق القانون من حيث الزمن، يعني اشرح انا اشرح واش هي هادو الاستثناءات. قلنا منها القانون الاصلاح المتهم، قواعد التفسيرية كما جاءت في ابيات. اشرح، اشرح بمعنى تحلل، حدد بمعنى حدد، اذكر، يعني كل مصطلح عنده دور. ف هنا هذا الطالب لازم يقرا مليح العباره باش يعرف يجاوب، لان فهم السؤال نصف الجواب. هذا مبدا اساسي على كل طالب احترام. واكيد انه مده الامتحان هي ساعه واحده، فاكيد انه الاسئله غادي تجاوبوا عليها في هذه المده. ما يعني ما كانش طالب غادي يقول فقط ليش الوقت ولا ما يكفينيش ولا هذا مقياس فيه يعتمد على الحفظ بزاف، لا. فلازم اكيد انه اسئله الامتحان سوف تراعي كل هذه الظروف. مثلا لو ناخذ نوع اخر من الاسئله، لو ناخذ الطريقه الامريكيه دي كوسيير، فدي كوسيير قد نعطيكم امثله. مثلا هل تعتبر قواعد الشريعه الاسلاميه قواعد قانونيه ام قواعد دينيه؟ فهنا على الطالب تحديد الاجابه. إذا كانت قواعد قانونية يضعنا علامة X على العبارة، إذا كانت قواعد دينية يضعنا علامة X على العبارة، إذا كانت تأخذ التليل يحط X في العلامتين أو في الإجابتين. مثلا نأخذ العبارة الثانية، ما يعتبر ضمن المصادر الإحتياطية؟ هل هي الاتفاقيات الدولية أم الاجتهاد القضائي؟ طبعا الإجابة الصحيحة هي الاجتهاد القضائي. ما المصدر الذي يسمو على الآخر؟ هل الشريعة تسمو على العرف أم العرف يسمو على التشريع؟ طبعا هنا هي الإجابة الصحيحة هي الشريعة هي التي تسمو على العرف. ولكن الأسئلة مش دائما غادي تكون هذه أسئلة مباشرة. طالب لازم يعني يخدم عقله شوية. مثلا لو نعطيكم احنا قرينا مصادر القانون وفرقنا ما بين المصادر الأصلية والمصادر الاحتياطية، قد نعطيكم من المصادر الأصلية قلنا التشريع هو أول مصدر كمصدر رسمي، وبالتالي قد نقول لكم هل القانون قانون العمل عبارة عن قانون، وبالتالي هل هو أسمى في ترتيبه على القانون المدني؟ فهنا هي الإجابة كيف تكون، أنه القانون العمل هو فرع من القانون الخاص. وعلاش فرع من القانون الخاص؟ لأنه قواعده عموما هي قواعد يجوز الاتفاق على مخالفتها، وهي قواعد مكملة. علاش نعود ونرجعو للتقسيم ما بين القسم العام والقسم الخاص؟ يعني ماشي دائما غادي نعطيكم أسئلة مباشرة،
قسم عام قسم خاص، بينا بعض الانواع في القسم العام، بينا بعض الانواع في القسم الخاص. وكان الطالب لازم يخدم شويه عقله باش يعرف الاجابه الصحيحه، يعني الاسئله ما غاديش تكون مباشره، فحذاري من النوع من الاسئله. مثلا نقدروا نقولوا التطبيق الفوري للقانون، فهنا رانا نتكلموا على تطبيق القانون حيث الزمان. بالتالي هنايا لازم نشوف المصطلحات اللي كانت تستعملها الأستاذة سواء في المطبوعة أو في المحاضرات سمعي البصري، وإلا ما هي الفائدة من وضع هذه المحاضرات على المنصة؟ أو طبعا الأساتذة مشكورين أنهم وضعوها لكم في أقراص مضغوطة للطلبة اللي ما يقدروش يدخلوا للمنصة. فهنايا لازم تراعوا كذا من النوعية. يمكن أن الأسئلة تكون بالطريقة الآتية، فهنايا نقول لك علل الإجابة أو حدد الإجابة أجب بناء أم لا مع التعليل. فهنايا لما نقول لك يصنف قانون الأسرة ضمن القانون العام، هل هي إجابة صحيحة؟ الإجابة هي لا. لماذا لا؟ لأن قانون الأسرة يصنف ضمن القانون الخاص، فهو يقوم بحماية العلاقات الخاصة. أما القانون العام فقلنا ماذا؟ هو القانون الذي تظهر فيه الدولة بمظهر السيادة والسلطة، وبالتالي بما أنه لا يوجد تدخل كبير للدولة في قانون الأسرة، لهذا فهو يصنف ضمن القسم الخاص. عبارة أخرى، يسري القانون فور صدوره في الجريدة الرسمية. فالإجابة هي لا، لأن القانون لا يسري فور صدوره في الجريدة الرسمية، ولكن بعد مرور اليوم الكامل من صدوره في الجريدة الرسمية، يعني يعود يدخل مادة رابعة إلى القانون المدني. مثلا يقصد بالتقنين مجموعة القواعد القانونية التي تنظم الصفة التشريعية. فقلنا بأن التقنين هو مجموعة القواعد التي تنظم فرع معين من فروع القانون، يعني عنده مصطلح واحد يقدر يبدل لك معنى جملة كاملة. بالتالي هنا الطالب لازم مليح يقرا مليح المصطلحات. فأنا غادي وكان نعطيكم هذا النافذة الأسئلة أجب بنعم أم لا مع التعليل، يعني نخلي لكم مساحة، فأكيد أنه هذه المساحة كافية للتعليل، ما تزيد ما تنقص، ريبوندي على حسب المساحة اللي نخليها. هادو كما نقولو يعني كأمثلة على الأسئلة التي يمكن أن تطرح، وطبعا نقدم في الإجابة. أتمنى لجميع الطلبة طبعا النجاح. ما أوصيكم به هو التركيز في الأسئلة وعدم التسرع، ففهم السؤال نصف الجواب. قرأوا لو سمحتم الملاحظات اللي حطوها لكم في الامتحان. لزوما على كل طالب كتابة الاسم واللقب باللغتين العربية والفرنسية، وكتابة الرقم التسلسلي، هذا إلزامي. الكتابة تكون واضحة باش نقدر نفهم الإجابات تاعكم. وأعيد وأكرر، حاولوا عدم التسرع. ففي حالة إشكال أو استفسار فالتواصل معي عبر البريد الإلكتروني، وشكراً.